بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ جالكم النهارده بماسك جديد جميل جدا جدا جدا، هيقدرنا على التجاعيد وهيرجعك 20 سنة لورا. بجد الماسك ده مفيد جدا للبشرة يا بنات، جربيه هتستفيدي منه ان شاء الله. اول مكون معانا النهارده في الوصفة هو بياض البيض. جبت بيضة، فصلت البياض عن الصفار وخدت البياض. طبعا من الحاجات المهمة جدا جدا في اللي انت اللي هي بتقاوم التجاعيد وبتقضي عليها بياض البيض، مليان فيتامينات كتيرة مفيدة جدا للبشرة. تاني حاجة معايا في الوصفة النهاردة، طبعا كلنا عارفين بذرة الكتان زي ما احنا شايفين دي شكلها كده، انا اخدتها وطحنتها وبقت بالشكل ان هو ده، هوريكم شكلها عشان انا هحتاج منها. ده شكلها زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة معايا بقى هاخد البيضة دي اضربها، او بياض البيض اضربه، احنا شايفين كده عايزاها تعمل فوم معايا، بدأت تاخد الفوم كده. هضيف لها بقى ايه، معلقة بذور الكتان المطحونة زي ما احنا شايفين كده، وهفضل اضرب. طبعا انا متأسفة للصوت بس لازم يعني كده زي ما احنا شايفين. شوفوا بدأت تعمل الغاوي معايا، وطبعا ده المطلوب في الماسك ده. هبدأ كمان اضيف لهم معلقة من الدقيق الابيض. طبعا يا بنات احنا عارفين ان الدقيق الابيض مفيد جدا لتفتيح البشرة، بيشيل النمش، وكمان بيأخر ظهور علامات الشيخوخة. حلو قوي الدقيق للبشرة. يبقى احنا معانا الكتان، طبعا بذرة الكتان من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي بتأخر ظهور التجاعيد زي ما احنا شايفين كده. عايزة اضربهم كويس قوي لحد ما يندمجوا مع بعض. الماسك ده تحفة، جربوه ان شاء الله نتجرب الوصفة دي 100% تفتيح وإزالة التجاعيد، هترجعك 20 سنة لورا. هضيف لهم بعد كده بقى معلقة صغيرة من ايه يا بنات، زيت جوز الهند. شوفوا زيت جوز الهند الطبيعي، طبعا زيت جوز الهند بيبقى جامد، بس هو عندي عشان الجو النهاردة في شمس فهو سايب عندي زي ما احنا شايفين كده. كمان شوية لو ما عندكيش زيت جوز الهند ممكن تحطي زيت زيتون، حلو جدا جدا برضو للبشرة يا بنات. خلاص كده هبدأ اقلب الماسك على بعضه زي ما احنا شايفين كده يا بنات. شوفوا ده شكله، قلبي كده على قد ما تقدري. هو كده تقريبا هو ده القوام المناسب ليه. هقول لكم بقى ازاي بنستخدمه. اول حاجه بتغسلي بشرتك وتنضفيها كويس، وبعد كده بتجيبي الماسك ده تفرديه على البشره من 15 دقيقه ل 20 دقيقه، وبعد كده بتغسلي بشرتك وبتحطي عليها اي كريم مرطب، او لو عندك زيت جوز الهند او زيت زيتون ادهني بيه البشره عادي مفيش مشكله. طبعا الماسك ده بتستعمليه مرتين في الاسبوع، لو انت داومت عليه هتشوفي نتائج رهيبة بإذن الله، هتعجبك جدا جدا. أهم حاجة في الماسك يا جماعة إن انت لو لقيتي بشرتك جات عليه أو استجابت مع يعني البشرة خلاص حسيتي في فرق لما استخدمت الماسك، داومي على استخدام الماسك ده واستخدميه تاني وتالت ورابع لحد أما توصلي النتيجة اللي انت عايزاها. الماسك ده حلو قوي قوي. أول حاجة بيشد البشرة، بيخفي علامات التجاعيد الموجودة في البشرة، وكمان بيفتح البشرة. حلو قوي، بنصحك تجربيه. طبعا عايزه اقول لكم لو انت اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ولو فضلا وليس امرا ممكن تعملي لي لايك للفيديو علشان الفيديو ينتشر ويوصل لكل صحباتك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.